ما خلاص يعني لازم اعمل فيديو ان شاء الله، يعني والله العظيم مفيش وقت خالص، بس ربنا ييسر يا رب. الله المستعان، ربنا يتقبل يا رب ويجعل هذا العمل خالص لوجه الكريم، اللهم امين. خليني اقول لكم كده حاجه جت في بالي فقلت افكر معاكم، يلا بينا. مره واحد طلب اوردر عادي من اي مطعم، فالدليفري جه وبيخبط الباب، اهلا يا فندم ازاي حضرتك، الاوردر بتاع حضرتك اهو. فالراجل صاحب الاوردر بيهزر مع الدليفري، بيهزر معاه خالص كده وبيقول له طب خلاص بقى الحساب يوم الحساب. قام الراجل بتاع الدليفري رد عليه رد مش متوقع تماما وقال له يا فندم صدقني دلوقتي ارخص، دلوقتي ارخص بكتير من يوم القيامه، والله انا مستعد اسيبها بس دلوقتي ارخص. صدقني انت اللي بتتفرج عليا وانت اللي بتتفرج عليا، النهارده ارخص، النهارده ارخص بكتير من يوم القيامه، كل اللي عليك خلصه دلوقتي لان دلوقتي ارخص، كل الحاجات وكل الناس اللي انت ظلمتهم خلصهم دلوقتي، دلوقتي ارخص، كل الناس اللي انت اكلت حقها خلصهم دلوقتي، دلوقتي ارخص، كل الناس اللي تهموا بسببك خلصهم دلوقتي، النهارده ارخص، كل واحد ظلمته، كل واحد اهنته، كل واحد جيت على حقه، كل واحد اكلت حقه، كل واحد كسرته قدام الناس، كل واحد اتريقت عليه وخليت الناس تضحك عليه، كل واحد انت كنت سبب في تدمير حياته بسحر او بحسد او بحقد او بغيرة، كله دلوقتي ارخص. حاول تخلص كل ده، خلص كل دوت من على كتافك دلوقتي في الدنيا، والله دلوقتي ارخص، ارخص من يوم هتيجي تقف فيه بين ايد ربنا سبحانه وتعالى ومفيش اي حاجة بينك وبينه، ويناديك ويقول لك عبدي عبدي لما فعلت كذا يوم كذا وكذا. صدقني دلوقتي ارخص، ارخص كتير من اليوم ده. الله المستعان، شيروا وخليك جزء من الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.